بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية اللي موضوعة لهالشهر، صوركم على التلج، اليوم صورتنا وصلتنا من وسام. رح انتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بنتقل على طقس لبنان، ورح بلش من الرباط مع 17 درجة، 21 بتونس، 28 درجة بالقاهرة، كفي عدي دمشق مع 21 درجة، 21 بالقدس، 22 درجة بعمان، بنتقل على الكويت مع 23 درجة، 26 بالدوحة، وبختم مع الرياض كمان مع 26 درجة. برجع على طقس لبنان، لبكرة الخميس طقسنا غائم جزئيا مع سحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلات الموسمية. على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 12 و22 درجة، بالجبل بتوصل أقصاها لل 15 أدناها لل 6 درجات، وبالداخل بتتراوح بين 7 و18 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 19 درجة، 21 بطرابلس، 19 بالكورة، 10 بالأرز. الهرمل 20، 19 بالقاع وبعلبك، 17 برياق. من المناطق الشمالية بنتقل عجبال مع 21 درجة، 13 بميروبة، 22 بجونية وبعبدة. بيروت كمان 22 درجة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، 18 بزحلة، 19 بشتورة وعنجر، 21 بمشغرة. الحرارة عم تكون أعلى من معدلاتها الموسمية. جزين 20، 19 مرجعيون، 20 بنت جبال، 18 برشية. بنتقل عبيت الدين مع 18 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 22 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ مثل ما قلنا لبكرة ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتراوح بين 14 و22، ارتفاع للجمعة لتوصل أقصاها ل 24 أدناها لل 15، السبت انخفاض لتتراوح بين 15 و22 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 3 و10 درجات. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.